السلام عليكم اخويا يحيى. السلام ورحمه الله وبركاته. كدير اخويا؟ بخير، كلشي مزيان؟ الله يكبر بك اخويا. قدم لينا راسك. يحيى ابراهيم ابو ليلال، من سكان بورغون، فاعل جمعوي في جمعيه الرحمه للاعمال الاجتماعيه والتضامنيه. الان بدانا في تنظيف مبادره تنظيف المقابر في مقبرة الرحمة هذا الأسبوع الثاني، والحمد لله مبادرة طيبة، و يعني كتجي كل أحد، كتجي معهم كل أحد الحمد لله، وفيها واحد السعادة سبحان الله. من العمل الخيري كله طيب الحمد لله. تفضل سي أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. قرأنا هذه الآيات المباركة في هذا اليوم المبارك كي يعلم الإنسان أن هناك وقت معلوم وأجل معلوم وهو الموت، فعندما يأتي الإنسان الموت لا يأخذ شيئا من هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقضي عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية كأن يترك بئرا
أو يترك شيئا ينفع المساكين والفقراء، أو علم ينتفع به. لا يقتصر العلم عن العلم الشرعي، بل العلم في أي مجال مثل الهندسة ومثل الرياضيات وأي شيء يعني ينتفع به الأمة الإسلامية. لا كأن يترك مغني يعني غناء، أو أن يترك حانة، أو أن يترك يعني شيء لا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى وفيه الشرك. أما علم ينتفع به يعني ينتفع الإنسان المسلم بعد وفاته، أو ولد صالح يدعو له. يعني الإنسان إن كان له ولد فرباه عن طاعة الله، ورباه عن فعل الخيرات، ورباه عن الصلاة، ورباه عن عدم أذية الجيران، وعن صلة الأرحام، وعن عدم قطعة الرحم. هذا هو الولد الصالح. يعني بعد أن يصل الإنسان إلى قبره يترك ابن صالح يدعو له. خاصنا واش بغيت تقول لنا خويا يحيى على قبل دوك الناس اللي كيديروا دوك الأعمال ديال الشعوذة وديال السحر في المقابر؟ نعم. شنو واش بغيت تقول لنا على هادشي؟ والصراحة أنا في هذه الأيام هذه الدائرة يعني كانت من 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 وقت بعيد كانت هذه الدائرة. والإنسان يعني الذي يفعل هذا العمل هو عمل يعني لا يفرح الله سبحانه وتعالى، وعاقبته شديدة. إنسان يفرق بين المرء وزوجه، وأين في المقابر يعني مكان. شنو أغرب عمل سحري صادف شيء أنت في هذه المقابر؟ مقابر عمل سحري في الأسبوع الماضي وجدنا يعني سحر تفريق بين بنت وأمها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجدنا كم مرة يعني الإخوة اللي وجدوا يعني في المقابر اللي فاتت وجدوا يعني كتابة بدم الحيض والسائل المنوي ديال الرجل. هذا كله لا يليق بالإنسان. يعني تأذي الناس، يعني إنسان تأذي غيره. والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فنصيحتي لكل ساحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وقد خرج من الملة. لأن هناك الشرك شركان: شرك مخرج من الملة وشرك غير مخرج من الملة. الشرك المخرج من الملة كأن تذبح لغير الله، الشرك المخرج من الملة كأن تصدق كاهنا أو ساحرا. لأن الكاهن الساحر عندما تذهب عنده يعني لغير لك السحور تطلب منك شيء أشياء تخرج من الدين الإسلامي. عليك يعني لو بغيت تكون مع المسلمين خصك توضع عشاني من جديد، وخصك تخرج من الملة ديال الإسلام. يعني خصك توضع من جديد وتدوش
وتنطق شهادتي مرة ثانية، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يعني إن ذبحت لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. يعني شحال واحد في المغرب لا يعلم هذه الأشياء، ويزور القبور ويزور الأولياء الصالحين ويطلب منهم المدد ويطلب منهم الرزق ويذبح لهم، هذا كله مخرج من الملة. الإنسان يعني كاين شحال واحد جاهل بهذه الأمور. الله يهديهم، الله يهديهم. فعلى الدعاة وعلى الناس المشايخ العلماء أن ينصحوا الناس، يعني اللي ما تعرفوش هذا الشيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. و يعني من هذه يعني في هذه الفرصة الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا ربي من أراد تشتيت شمل أسرة فشتت شمله. اللهم إنك تعلم ما في قلوب، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم هناك أناس عندهم مرض نفسي بسبب هذا السحر، اللهم من كان سببه فشتت شمله، اللهم من كان سببه فشتت شمله. اللهم كم أسرة وكم عائلة فرقت بسبب هذه الأسحار. اللهم يا ربي يا رحمن عليك بكل ساحر وبكل من صدق هؤلاء السحرة. اللهم اشف مرضانا والمرضى المسلمين. آمين. اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وأسكنهم فسيح جناتك والحقنا بهم إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا وكل من قرانا وعلمنا يا رب العالمين. اللهم انصر مولانا وسيدنا محمد السادس، واحفظ ولي عهده الحسن الثالث يا رب العالمين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم اجعلهم ذخرا لهذا البلد، اللهم اجعلهم ذخرا لهذا البلد. اللهم ارحم علماءنا وعلماء المسلمين ومن ماتوا وتركونا في هذه الأيام، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.